لولا الأخطاء التحكيمية المتعمدة ضد النادي الأهلي لتصدر الأهلي الدوري بالعلامة الكاملة قبل كأس العالم للأندية. دي الحقيقة المؤكدة بآراء خبراء التحكيم اللي لازم كل الناس تعرفها، وده اللي هنثبته في الحلقة دي من درع الأهلي. معاكم أحمد قيشو، ويلا بينا نبدأ. نبدأ بأحدث الأخطاء التحكيمية اللي حصلت في مباراة الأهلي وبيراميدز واللي انتهت 0-0، وطبعاً كان في ضربة جزاء مؤكدة 100% لمحمد شريف، وكمان هدف صحيح ملغي لبواليا. لاعب النادي الأهلي هيبتدي يستلم الكرة أما نعمل بلاي، هتلاقي فيه مهاجمة من لعيب نادي بس نقف هنا خلاص، دي ركلة جزاء واضحة. الكرة وقعت من ايد شريف، ده تنافس عادي جدا، تنافس عادي جدا، وانا ابرر في الكرة دي. انا لو حكم مباراة اكمل اللعب لسبب بسيط، وبالتالي بشهادة خبراء التحكيم، حتى لو اعتبرنا رأي بعض الخبراء اللي قالوا ان في ضربة جزاء واحدة لبيراميدز، يبقى الاهلي اتظلم في قرارين وبيراميدز اتظلم في قرار واحد، وبالتالي الأهلي يستحق نقاط المباراة كاملة، يعني اتظلم في نقطتين أمام بيراميدز. نرجع شوية لمباراة الأهلي والبنك الأهلي واللي برضو انتهت 0-0. كان في المباراة دي برضو نفس الخطأين، ضربة جزاء لم تحتسب للأهلي، وكمان هدف صحيح ملغي. هنا كانت هناك ضربة جزاء صحيحة لم يعلن عنها الحكم الرئيسي. أنا لو حكم مباراة هحسب الهدف ومش هرجع للفار. وبالتالي طبقاً لرأي خبراء التحكيم اتظلم الأهلي في المباراة دي ويستحق نقاط المباراة كاملة، يعني اتظلم في كمان نقطتين. نرجع شوية لمباراة الأهلي وادي دجلة واللي انتهت 0-0 بين الفريقين. كان في ضربة جزاء لم تحتسب للنادي الأهلي في المباراة دي نتيجة لشد إيد أحمد رمضان بيكهام، وبالتالي يستحق الأهلي نقاط المباراة كاملة، يعني برضو اتظلم في نقطتين. فبالتالي هنا واضح جدا من لاعب دجلة وهو بيشد لاعب الأهلي، وهتلاقوا اللاعب حتى يعني مش بيقع للأمام، لو هو بيمسك ليه بيقع لورا، معناها أن الشد يعني جابه عكس اتجاهه، فبالتالي هنا طبعا هنا الخطا وداخل منطقه الجزاء، كانت لابد الخطا موجود وركله الجزاء. يعني بالشكل ده يبقى الاهلي اتظلم في ثلاث مباريات استحق فيهم النقاط الكامله، يعني اتظلم في 6 نقاط. لو في عداله تحكيميه حقيقيه في الدوري المصري كان الاهلي هيتصدر الدوري بالعلامه الكامله بانتصارات كامله في كل المباريات، وهنروح كاس العالم للانديه واحنا مرتاحين تماما. لكن واضح ان الحكام عايزين يعملوا منافسه وهميه في الدوري المصري ويتعبونا شويه، لكن في الاخر ان شاء الله برضو الدوري عارف بيته في الجزيره في النادي الاهلي. ولاننا مش بنلعب في الدوري لوحدنا وعندنا منافسين، اهمهم طبعا الزمالك واللي بيقول انه بيتظلم وبرضو في اخطاء تحكيميه عليه. تعالوا بقى نشوف هل دي حقيقه ولا عكس كده. مباراة الزمالك وأسوان، المباراة اللي بيقولوا إنهم اتظلم فيها، وطبقاً لرأي خبراء التحكيم مش رأينا الشخصي، دي المباراة الوحيدة اللي اتظلم فيها الزمالك، لأن لم يحتسب للزمالك ضربة جزاء لصالح إمام عاشور، بالتالي استحق الزمالك في المباراة دي النقاط الكاملة، يعني اتظلم في نقطتين. لكن الفكرة بقى إن قبل ما الزمالك يتظلم في نقطتين كان أخذ 3 نقاط غير مستحقة أمام إنبي في المباراة اللي فازوا فيها 2-1، لأن في المباراة دي وطبقاً لرأي خبراء التحكيم برضو كان في ضربتين جزاء لم يحتسبا لإنبي. يا كابتن أحمد، لو أنت حضرتك حكم المباراة دي ورحت شفتها في الفار هتقرر إيه؟ لا، فيها ركلة جزاء طبعاً، ده دفع وأفقد اللاعب توازنه، فبالتالي دي ركلة جزاء لم تحتسب. وبالتالي لو اعتبرنا رأي خبراء التحكيم، أنا ما قلتش هنا رأي شخصي خالص، يبقى الزمالك لا يستحق نقطة في النقاط اللي أخدها فعليا في الدوري الحالي. وبالتالي مع العلم أن بقى الأهلي وقت تسجيل الحلقة لعب مباراة زيادة عن الزمالك، يبقى الفارق الحقيقي بين الأهلي والزمالك 8 نقاط لصالح النادي الأهلي. وحتى لو الزمالك فاز النهاردة على المقاصة
باي نتيجه، يعني اخذ 3 نقاط هيكون الفارق 5 نقاط لمصلحه الاهلي، مش ابدا ان الزمالك يكون متصدر على حساب النادي الاهلي، لكن ده الترتيب الفعلي، وان شاء الله هيتم تصحيح ده باراده وخبره لعيبه الاهلي في الدوريات اللي دايما بيعوضوا ده في الاخر، رغم ان في اخطاء تحكيميه مش ذنبنا يعني، لكن في الاخر ان شاء الله هنعوض ونفوز برضو بالدوري. نروح بقى للجزء الثاني من حلقتنا، وهنتكلم فيه تحديدا عن الحكم جهاد جريشة، الحكم الدولي المونديالي، لكن للاسف اخطائه كتيره جدا ضد النادي الاهلي تحديدا. طبعا شفنا الاخطاء في مباراه الاهلي وبيراميدز، ضربه جزاء وهدف صحيح ملغي، وبرضه لو رحنا المباراه اللي قبلها على طول كان هو حكم الفار ولم يحتسب ولم يتدخل لاحتساب ضربه جزاء واضحه جدا لحمدي فتحي امام المقاولين العرب، وبالتالي في الموسم الحالي علينا عليه 3 اخطاء تحكيميه. لو رجعنا بقى لموسم 15-16 هنلاقي في ضربة جزاء صحيحة برضو لم تحتسب للنادي الأهلي أمام المصري في المباراة اللي فاز فيها المصري أصلاً 3-2، يعني الأهلي اتظلم تحكيمياً بشكل مؤثر في المباراة دي. ولو رجعنا أكتر في موسم 2014-2015 هنلاقي عندنا مباراتين، مباراة الأهلي والإسماعيلي ألغى فيها هدف صحيح للنادي الأهلي، وكمان مباراة الأهلي والرجاء احتسب فيها ضربة جزاء غير صحيحة لنادي الرجاء. بالتالي دي بعض الأخطاء التحكيمية للحكم جهاد جريشة اللي أحياناً بيطلع يعتذر عن الأخطاء دي ضد النادي الأهلي. طب أنا دلوقتي كده استفدت إيه يعني؟ لكن إحنا طبعاً دي مش كل الأخطاء اللي فيه مع الحكم جهاد جريشة، في أخطاء تانية هنتكلم عليها في الفقرة الثالثة من برنامج درع الأهلي. تعالوا بقى نتكلم شوية عن الأخطاء التحكيمية الكتير جدا بشكل مش معقول أبدا في مباريات الأهلي وبيراميدز عبر تاريخ مواجهاتهم الـ11. في المباريات دي أدار بعض المباريات كابتن جهاد جريشة برضو، ومش هننسى مباراة كاس مصر 2019 واللي ظلم الأهلي فيها في ضربتين جزاء، واحدة في منتهى الوضوح قدامه وقدام كمان الحكم الإضافي، عرقلة واضحة جدا لحسين الشحات لم يحتسبها الحكم جهاد جريشة، وبرضه لم يحتسب لمسة يد في المباراة دي. بالتالي خروج الأهلي أمام بيراميدز في كأس مصر 2019 كان خروج غير مستحق تماما. وما زلنا مع الحكم جهاد جريشة اللي أخطائه مستمرة في مباريات الأهلي وبيراميدز حتى بالمسمى القديم، الأسيوطي في موسم 2017-2018، وتدخل بشكل غريب جدا عشان يحرم الأهلي من هدف صحيح، حتى لما ألغاه ما طردش لاعب الأسيوطي في المباراة دي، يعني ظلم الأهلي في خطأين في لعبة واحدة. ونرجع تاني مع المسمى الحديث بيراميدز، هنلاقي انه فاز على الاهلي رايح جاي في موسم 2018-2019 بشكل غير مستحق، لان في الماتشين ظلم الاهلي تحكيميا بشهاده خبراء التحكيم. في مباراه الدور الاول كان في ضربه جزاء لم تحتسب على علي جبر نتيجه دهس قدم احمد الشيخ، واصلا علي جبر كان المفروض اصلا يطرد في المباراه دي. أما مباراة الدور الثاني كان فيه برضو ضربة جزاء لم تحتسب للنادي الأهلي نتيجة لمسة يد على لاعب بيراميدز عمر الميداني. في المباراتين دول فاز بيراميدز رايح جاي، لكن بشكل غير مستحق بسبب أخطاء التحكيم الأجنبي ضد النادي الأهلي. حتى لو رجعنا مع المسمى القديم الأسيوطي في موسم 2014-2015 هنلاقي أن الأهلي تعادل برضو 0-0 بشكل غير مستحق تماما، لان الاهلي في المباراه دي اتلغى له هدف صحيح ملغي، وكمان لم يتم احتساب له 3 ضربات جزاء. اما مباراه كاس مصر 2018 ففيها كان في عدم احتساب ضربه جزاء واضحه جدا من لمسه يد على لاعب الاسيوطي قدام الحكم محمد عادل والحكم الاضافي، ولم يتم احتساب الركله دي، وبالتالي خرج الاهلي بشكل ظالم امام الاسيوطي في كاس مصر 2018 و2019.
لو هنتكلم عن تاريخ مواجهات الاهلي وبيراميدز هنلاقيهم 11 مباراه بس، في 7 منهم كان في اخطاء تحكيميه واضحه جدا ضد النادي الاهلي، بالتالي ده شيء مش مقبول ابدا ان كل مباريات الاهلي وبيراميدز يكون فيها اخطاء تحكيميه بالوضوح ده، والمفارقه ان كلها ضد النادي الاهلي، يعني مثلا مش واحده ضد بيراميدز وواحده ضد الاهلي، لا كلهم ضد النادي الاهلي، بالتالي ده شيء مش مفهوم ابدا. نتمنى يكون في تصحيح للاخطاء التحكيميه دي، مش بعدها اعتذار عن الاخطاء دي، لا احنا اصلا مش عايزين يكون تحصل، خصوصا في وجود الفار اللي نرفض تماما ان يتم الغائه او تطفشنا منه بانه يكون وجوده زي عدمه، لا احنا عايزين يستمر تطبيق تقنيه الفار لكن تطبق صح وكل واحد ياخد حقه، وفي الحاله دي الاهلي هيتصدر الدوري وهياخد الدوري رقم 43 في تاريخه ان شاء الله. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم والسلام عليكم.